والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. مساء الخير محمد، شكرا جزيلا محمد عبدو، شكرا هبة حسين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. تستضيف القاهرة غدا الاجتماع 24 لوزراء منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا رئيس المجلس الوزاري للمنتدى في دورته الحالية. كان طارق الملا قد استقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد هامل، حيث تم بحث الترتيبة النهائية لانطلاق اجتماع وزراء المنتدى. أشاد الأمين العام للمنتدى بجهود مصر والترتيبات المتميزة التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لاستضافة هذا الاجتماع وخروجه بشكل ناجح، مؤكدا على أهمية الدور المصري في المنتدى. عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثات مع وزير الطاقة القطري سعد بن شريد الكعبي والوفد المرافق له. جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي والذي تعقد فعالياته بالقاهرة، وبحث الطرفان خلالها مشروعات التعاون المشترك والاستثمارات المصرية القطرية في مجال البترول والغاز. أكد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتعاون البناء بين الجانبين لتطوير أوجه التعاون والشراكة ودفعها نحو أفاق أرحب في ظل العلاقات الأخوية والفرص الواعدة. ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي بنسبة 22% في سبتمبر، وقد اشترت المصافي وقودا روسيا بسعر أقل. أظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك أن الإمدادات من روسيا عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ والشحنات المنقولة بحرا بلغت 7.4 مليون طن. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، نعود من جديد لاستكمال ما تبقى مع محمد وهبة. أشكرك مصطفى.